السلام عليكم. من اقليم كردستان وتحديدا في مدينه دهوك موجودين نحن في فاما كومبلكس يا جماعه الخير. شو فاما كومبلكس يا عبد الله؟ اول شيء مغسله سيارات يا اخواني، فل سيرفس، غسل سياراتك عبالك توقف في الحر. لا 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 حبيبي، تعال شوف وياي، تعال ادخل وياي، ادخل وياي على داخل سيارتك تنغسل. وانت تشوفها تنغسل حبيبي تقدر تي وتشرب كوفي، تشرب لك انرجي درينك. شوف خاطرك وتطالع موترك وهو ينغسل، موترك ينغسل وانت يالس حبيبي تشرب كوفي في هالمكان البارد في الاجواء الحاره. عبالكم خلصنا يا جماعه الخير؟ لا 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 لا، تعالوا شوفوا وياي. عندك باركنات خاصه اذا تبغي تستخدم احد السيرفيسز اللي عندهم، حلاق، جيم، وكوفي شوب يا جماعه الخير، وتركيش باث. يعني شو تبغى اكثر عن شيء؟ تعال شوف وياي عبالك خلصنا. كم وذ مي، كم وذ مي، تفضلوا وياي. نحن في نفس المكان اقل عن 10 امتار. حلاق يا جماعه الخير في نفس المكان، موترك ينغسل، تبغي تي تتحلق ما عندك اي مشكله، انا توني متحلق عندهم. وخذوا التحديد يا اخواني، شيء فاخر من الاخر. عبالكم خلصنا؟ لا لا لا، في بعد تركيش باث حبيبي، حمام مغربي في الاجواء شيء مطلوب، شيء ضروري وايد. تعالوا شوفوا وياي، شوفوا الفخامه، شوفوا الاناقه، شوفوا الترتيب. تعالوا يا جماعه الخير، تعالوا يا جماعه الخير. في نفس المكان موجود حمام مغربي، يعني تغسل موترك، تحلق شعرك، تحدد لحيتك، تشرب كوفي، تشرب شاي، وتي تسوي حمام مغربي في نفس المكان. حياك الله في فاما في مدينه دهوك، تحديدا في اقليم كردستان. تفضل وشوف وياي يا حبيبي، تي حط اغراضك، ترتب امورك، اماناتك كلها، امورك طيبه داخل اللوكر وعلى الحمام المغربي. تعال شوف وياي الحمام المغربي حبيبي، تعال. يا سلام يا سلام يا سلام، تبغي تسوي ستيم، تبغي تسوي سونا، شوفي خاطرك حبيبي كله موجود في فاما. يا سلام، حياكم الله يا اخواني، الكل مرحب فيني، حياكم. أيوك أيوك أيوك. تبخروا يا شباب، تبخروا يا شباب، تبخروا. تعالوا خلصنا، ما خلصنا، تعالوا تعالوا. الله 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 الله. يا جماعة الخير شوفوا المناظر الحلوة، شوفوا المناظر الحلوة. يا سلام، أقسم بالله استجمام وراحة نفسية. طبعا هذا كله والموتر يا سيدي غسل. طبعا يقول لك ختامها مسك، تبغى تشوف المسك بنفسه؟ تعال شوف حبيبي. يا سلام، شوف البي اي بي فاما تركيش باث حبيبي. انت معرس تبى تسوي لك جلسه حلوه، تبى حمام حلو عقب العرس الجميل حبيبي، حياك الله في فاما تركيش باث. شوف الجلسه، شوف الاناقه، شوف الاستجمام. يا الله، تخلص من الحمام المغربي ويسوي لك التدريج، تجلس فيها الجلسه الفخمه. الله الله الله، بعد شو تبى اكثر عن شيء؟ تخيل ها كله في مكان واحد حبيبي، وعلى فكره اسعارهم مناسبه للجميع. شو اقول وشو اخلي؟ عندهم جيم بعد، عندهم جيم. تعال اصحاب البروتينات، اصحاب العضلات، تفضلوا وياي، تفضلوا وياي. جيم حبيبي في نفس المكان، عندك جيم في نفس المكان. طبعا هني عندهم اشتراك شهري في حبيبي، متى ما تبغي في نفس المكان. تخلص من جيم تصير تتحلق، تخلص من جيم تصير تجلس الكوفي. طبعا بكل ملحقاته والاجهزه كلها يا اخواني من لايف فيتنس، منو ما يعرف لايف فيتنس؟ افضل الاجهزه في العالم. شوفي فاضرك وتسوي بعد، تعال شوف وين تركب، تعال 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 تعال. وانت تركب تشوف جبال، تشوف جبال اقليم كردستان الجميله. يا سلام، يعني انا انسان ما احب اتمرن، من اليوم شكلي بتمرن بس بسبة هالمكان اللي يفتح النفس، اللي يخليك تصير قدام اكثر واكثر.